ننتقل مباشرة إلى موسكو، حيث تنطلق اجتماعات مجلس حكومات رابطة الدول المستقلة في مدينة سوتشي الروسية، والاجتماع الدوري للمجلس الحكومي الأوراسي، وكذلك اجتماعات الاتحاد الاقتصادي ومعرض أوراسيا وطننا. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من موسكو الدكتور رامي القليوبي، الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق. أهلا وسهلا بك دكتور رامي، وما أهمية تلك القمة برأيك مع وجود هذه العزلة التي تعيشها روسيا بسبب طبعا الأوضاع السياسية والحرب في أوكرانيا؟ في الواقع قادة دول رابطة الدول المستقلة يعقدون اجتماعات وقمم دورية، فهذا الحدث ليس فريدا من نوعه. وهذه الرابطة التي تأسست على أطلال الاتحاد السوفيتي في نهاية عام 1991 هي تضم دول الجوار الروسي المباشر وعددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة. صحيح أن بعضها مثل جورجيا وأوكرانيا قد انسحبت منها بسبب الخلافات مع موسكو، لكن هناك جمهوريات أخرى لا تزال على علاقة وطيدة مع موسكو، وهي فعليا الآن تشكل قاعدة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تأسس على قاعدة الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، ثم انضمت إليه أرمينيا وكيرغستان. فهذا الاتحاد هو يتيح أو يضمن حرية تنقل رؤوس الأموال والقوة العاملة والمواطنين. وبعد بدء الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا في بداية العام الماضي أصبح لهذه الدول دور كبير في مساعدة روسيا في الالتفاف عن العقوبات الغربية، وتحديدا عبر آلية الاستيراد الموازي. فمثلا عندما تدخل متجرا في روسيا في أحيان كثيرة تجد فيها سلعا محظورة في روسيا بسبب العقوبات الغربية، ولكن عندما تمسك مثلا زجاجة الكوكاكولا بين يديك تجد عليها كتابات باللغة الكازاخية. فهذا يؤكد أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أثبت فعاليته كأداة تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات. هل هذا هو العامل الأهم في الشراكة حاليا، أم أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي الأوراسي أعمق من ذلك ويمكن أن تمتد لما بعد الأزمة الحالية والحرب في أوكرانيا بكل تأكيد؟ في الواقع تجربة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي تستند إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الذي في الأساس بدأ كتكتل اقتصادي وليس سياسي، ثم تطور إلى مجموعة كبيرة تقارب 30 دولة. فبالتالي هذه التجربة من المؤكد أنها ستستمر، وربما العزلة الحالية التي تواجهها روسيا من قبل الدول الغربية هي تساعد في ترسيخ وجود هذا الاتحاد. فالآن مثلا هناك شركات كثيرة نقلت مقرها من موسكو إلى الدول المجاورة، فهذا يتيح لروسيا تجنب مفعول العقوبات من جانب، ويتيح للدول المجاورة من جانب آخر جذب استثمارات وتوفير مزيد من فرص عمل لمواطنيها. فبالتالي من المؤكد أن التكامل الاقتصادي هو مشروع واعد. لكن إذا نظرنا إلى الدول المشاركة في هذا الاتحاد، يعني أعتقد أن روسيا هي الأكبر على المستوى الاقتصادي. الدول الأخرى مثل أرمينيا أو بيلاروسيا لديهم مشكلاتهم الاقتصادية، فإلى أي مدى يمكن أن تكون الاستفادة يعني أعلى في الفترة المقبلة؟ بداية أغلبية دول الجوار الروسي تعتمد على روسيا في تعزيز اقتصادها. فمثلا إذا نظرنا إلى بيلاروسيا أو ما يطلق عليه في الداخل البيلاروسي المعجزة الاقتصادية البيلاروسية، هو نتيجة حصول مينسك على النفط الروسي بأسعار تفضيلية وتطوير مصافي النفط ثم تصدير منتجات النفط إلى أوروبا بأسعار عالمية. إذا نظرنا إلى جمهوريات آسيا الوسطى مثل تاجيكستان وكرغستان وأوزبكستان، فهذه الدول تعتمد اقتصاداتها على تحويلات المغتربين من روسيا.
هناك عدة ملايين من المهاجرين القادمين من آسيا الوسطى إلى روسيا بحثا عن الرزق. إذا تحدثنا عن مثلا دول مثل أرمينيا، فهي تعتمد على روسيا أمنيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولكنها في الفترة الأخيرة أصبحت تعترض كثيرا على ضعف رد الفعل الروسي على الخلافات الأرمينية الأذربيجانية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه. فبالتالي ربما أرمينيا بدأت في الفترة الأخيرة تغير من لهجتها تجاه موسكو، ووصل ذلك إلى حد اعتراف أرمينيا بميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا طبعا أثار ريبة موسكو. هناك أيضا دول مثل كازاخستان تعتمد على روسيا أمنيا، فعندما شهدت كازاخستان اضطرابات اجتماعية في بداية العام الماضي، كان أيضا لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي دور في بسط الاستقرار. فبالتالي هذه الدول جميعها كما فكرت هي أصغر كثيرا من روسيا، ومكانتها على الخريطة الاقتصادية أقل بكثير، فكل ذلك يجعلها دولا لا تستطيع الاستغناء عن موسكو، وهذا ربما ما تراهن عليه روسيا في مواجهتها العزلة من الغرب. شكرا جزيلا دكتور رامي القليوبي الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في موسكو على إضاءة هذه النقاط لنا.